السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعينا الكرام. والنهاردة هناخد حاجة ناس كتيرة طلبتني بيها على الفيسبوك وعلى الأونلاين وكمان على اليوتيوب، قالوا لنا عايزين how to write a paragraph. إيه paragraph؟ اسمها باراجراف يا عم. إيه paragraph دي؟ يا عم أنت مش بتقول جراف، هي الزرافة جراف صح؟ يبقى ليه هنا بتقول باراجراف؟ لا باراجراف خلاص؟ مش هنختلف على الاسم، فقرة إنشائي، موضوع تعبير. حلو؟ ايه بقى الشروط المطلوبة مني؟ والله بالنسبة لطالب في سنة رابعة ابتدائي، الفيديو ده يخصهم، المنهج الجديد، المنهج اللي عليه الزيطة والكلام كله. لو الموضوع عام وهنتكلم بشكل عام وكنت عملت عليه فيديو قبل كده كنا هنحكي كتير قوي، لكن النهاردة احنا هنحكي في حاجات محدودة، لأن معظم الفقرات الإنشائية أو الباراجراف بتكون محدودة بكلمات guiding words. يعني ايه guiding words؟ يعني كلمات إرشادية، يعني بيقولك خد الكلمة دي حطها في جملة، يبقى أنت هتلتزم بالكلمة اللي هو مديها لك، لكن في شروط لازم نلتزم بيها، نرجع بعد الفاصل وأنا هقولك عليها. تمام؟ رجعنا لكم مرة تانية مع ياسر الكيلاني، والنهاردة هنتكلم عن موضوع الباراجراف، ازاي تعمل فقرة انشائية. اول شرط من الشروط تكون عارف ان احنا بنكتب، رقم واحد، بنكتب كل الحروف سمول ما عدا اول الجملة وهو يبقى انا بتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن البانكتويشن ماركس، عن علامات الترقيم، ودي بعدين هيكون ليها درجة كاملة من 7 درجات او من 6 درجات في المراحل الجاية. يعني على المنهج القديم بتكون في درجة من 7 او من 6 درجات على البانكتويشن بس. فانت لو مش بادئ الجملة بحرف كابتل ومنتهي عندك فول ستوب لو هي جملة خبرية او ستيتمنت، تمام، خدنا الكلام ده في تالتة ابتدائي، يبقى لازم تظبط البانكتويشن ماركس، علامات الترقيم، وانت بتكتب كل الحروف عندك سمول ما عدا اول الجملة والضمير اي واسماء الاشخاص، تمام، واسماء الاماكن المشهوره واسماء الدول واوا اللي انت عارفه ده كله. يبقى وانت بتكتب بتخلي بالك من ايه؟ من البانكتويشن ماركس. طيب ايه كمان؟ لما بتيجي تكتب باراجراف من 4 جمل، الجمله الاولى لو انت الموضوع عام ومش مدي لك كلمات ارشاديه، بتجيب الجمله الاولى بتتكلم ان جنرال. يعني ايه ان جنرال؟ يعني بتحكي بشكل عام، سوف نتحدث اليوم عن كذا، أو سوف أتكلم عن كذا، خلاص؟ I want to talk about Alexandria، تمام؟ أنا هتكلم دلوقتي عن اسكندرية، أو تقول Alexandria is a beautiful city، هي مدينة جميلة، بعدين تحكي وتقول إيه اللي موجود جواها، جملتين فيهم الديتيلز، فاكر الليم ب8 جيجا؟ التفاصيل والديتيلز أهم حاجة. طيب هتحكي في تفاصيل تقول إيه؟ تقول والله هي تتميز بشواطئها الجميلة، It's beautiful beaches، ومشهورة بمكتبة اسكندرية، وهي عندكم مكتوبة library، هنمشيها library لغاية ما تكبر وتعرف انها مش كده خالص، تمام؟ يبقى هنقول It's famous for، انها مشهورة ب Alexandria library، مكتبة اسكندرية. اخر حاجة بتكتبها هو رأيك الشخصي او خاتمة بتختم بيها الفقرة، بتقول I will visit Alexandria أو I am going to visit Alexandria next summer، الصيف الجاي، تمام كده. أنت عملت جملة in general كتبتها في number one، بعدين خدت الديتيلز، اتكلمت عن البيتشز الشواطئ وعن اللايبرري عن المكتبة، وفي الآخر قلت إنك هتعمل إيه؟ هتعمل visiting، زيارة في الصيف الجاي. آدي يا سيدي الباراجراف. طيب بالنسبة للمواضيع اللي عندنا في منهجنا هنعمل فيها إيه؟ هو ده التفصيل اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. انا خلاص خلصت لك المقدمة، وتعالى ندخل على التفاصيل علشان تبقى كل حاجة قدام عينك، وهفهمك واحدة واحدة هتعمل ايه وازاي ترتب الجملة كسبجكت كفاعل، بعدين نمبر 2 في الجملة بيكون الفيرب، تمام، سواء كان مين فيرب او مودال فيرب مع فيرب اساسي، تمام، وبعدين بناخد الاوبجكت او الصفه او تكمله الجمله. ده اللي هشرحه لك بالتفصيل دلوقتي، يلا بينا. ترجمة
بعد المقدمة اللي احنا عملناها دي احب اقول لك من غير حفظ كلمات مش هتعرف تعمل اي حاجة في الفقرة الانشائية، والفيديو بالنسبة لك هيكون عديم الفائدة. لازم تحفظ الكلمات بقدر الامكان، تحفظ كل كلمات الدرس. ما قدرتش هتحفظ الكلمات الرئيسية والفرعية، ما قدرتش يبقى الكلمات الرئيسية فقط. لكن بدون حفظ الكلمات الفيديو ده هيكون ملوش اي لازمة معاك. خلاص قبل ما ابدا واقول اي حاجه، تمام. بالنسبه للحاجات التانية اللي انا هساعدك فيها، ماشي، هقول لك ترتب الجمله ازاي، وايه اللي تقوله هنا، وازاي تستعمل الكلمات الارشاديه، ومش شرط تلتزم بالترتيب. انا هقول لك على حاجات كتيره جوه الفيديو، لكن بدون حفظ الكلمات انسى ان الفيديو ده يفيدك في اي حاجه. يلا بينا نبدا على بركه الله. How to write a paragraph، ازاي تكتب فقره انشائيه. دلوقتي مثلا جايب لك صوره زي اللي انت شايفها دي قدامك، وهنا هنتكلم عن الجهاز الهضمي. يبقى لازم اقرا درس الجهاز الهضمي واعرف كل حاجه فيه، اعرف ازاي ابدا الكلام، اعرف ازاي ابدا من ان الفم هو اللي بنستعمله في مضغ الطعام، بستعمل اسناني. الطعام بينزل الى المريء، بعدين بيوصل للمعده. الجاستريك جوس بتشتغل على الفود بتاعي، وبعدين تحوله لانرجي والى نيوترينتس. الحاجات دي لازم اكون عارفها كويس وعارف مصطلحاتها علشان لما يجيب لي اي كلمه اعرف اوظفها. طيب لو هو مثلا احنا هناخد على كذا حاجه، في هنتدرب على فقره انشائيه فيها كلمات ارشاديه، وفقره انشائيه سايب لي هو حريه التصرف، تمام. هنا مثلا هنتكلم عن الجهاز الهضمي، عباره عن كلمات ارشاديه جايدن ووردز زي اللي انت شايفها قدامك دي، خلاص، وهنستعملها مع بعض. اول حاجه جايب لي كلمه دايجستيف سيستم، يعني الجهاز الهضمي. تاني كلمه معانا وهي كلمه تشو، وده فيرب بمعنى يمضغ، تمام. تالت كلمه هنوظفها في جمله لوحدها هي كلمه اسوفجس، وهي المريء. رابع كلمه معانا وهي ستومك، وهي كلمه المعده. اذا لازم احط في دماغي قبل ما ابدا اعمل اي حاجه ان انا مش هشرح كل حاجه في الجهاز الهضمي، لا، هو مطلوب مني توظيف كلمه في جمله تكون مكتوبه بشكل صحيح كقواعد كجرامر وكبانكتويشن ماركس كعلامات ترقيم، وكمان افهم حاجه منها تكون ليها علاقه بالدرس. فانا عندي مثلا كلمه دايجستيف سيستم وهي الجهاز الهضمي. في ناس بتقول لك ديجستيف، او يقول لك دايجستيف وبعدين يجي في الفيرب يقول لك ديجست. الكلام ده مش صحيح، هي دايجستيف ودايجست، سواء كانت اسم سواء كانت فعل الاثنين بيتنطقوا داي، دايجستيف ودايجست، خلاص. طيب دايجستيف سيستم هوظفها ازاي؟ اول حاجه هفكر ايه الجمله اللي انا ممكن احطها فيها. هقول نحن نستعمل الجهاز الهضمي في هضم الطعام، دي الجملة اللي كان بادئ بيها الدرس. طيب هكتبها ازاي؟ نحن ده ايه ده؟ ده الفاعل، ده السبجكت بروناون، ده ضمير الفاعل، يبقى هبدأ بيه الجملة، وهتلاقيني أنا هكتبهولك دلوقتي باللون الأخضر، بالجرين كولر. طيب وي، نحن مالنا؟ بنستخدم، يبقى ده الفيرب، ده يجي رقم اتنين، يبقى وي يوز. We use، نحن نستخدم أو نستعمل. كلمة digestive system اللي أنت شايفها قدامك دي هتكون object، هتكون مفعول، تمام؟ بس هجيبها بعد صفة ملكية، هقول نحن نستخدم جهازنا الهضمي. طب ما تيجي نكتبها علشان ما نسرحش ونبقى مركزين في الكلام اللي بيتقال. أدي we، أدي subject pronoun، ده ضمير الفاعل، بعدين الverb أهو use، we use، نحن نستخدم. بعدين جبت صفة الملكية our، يعني الحاجة بتاعتنا احنا، اللي هو الدايجستيف سيستم. يبقى هقول we use our digestive system، نحن نستعمل جهازنا الهضمي. كده انا مرتب اول الجملة صح. ليه بقى to معناها لكي، ويجي بعدها فعل في المصدر، يبقى هقول to digest، لكي نهضم. what we eat، ما نأكله، او ممكن نقول to digest food، الاثنين صح. تبقى to digest what we eat. هتلاحظ دايما ان الفاعل هيكون باللون الاخضر،
الفعل هيكون باللون الأصفر والمفعول هيكون باللون الأبيض، وتكملة الجملة هتكون دايما باللون الأزرق علشان تفسر كل حاجة لوحدها. يبقى أول جملة عملناها هي We use our digestive system to digest what we eat. يبقى نحفظها مع بعض. We use our digestive system to digest what we eat. نحن نستعمل جهازنا الهضمي لكي نهضم ما نأكله. جملة سهلة، تمام؟ طيب to يمضغ. يبقى هنقول ايه؟ يبقى هنقول ان احنا بنمضغ الطعام مستعملين اسناننا. تعال نشوف هنكتبها ازاي. We chew، ادي الفاعل we chew، ده الفعل. يبقى we chew نحن نمضغ. بنمضغ ايه؟ يجي المفعول باللون الابيض food. We chew food، نحن نمضغ الطعام باستعمال. يبقى هناخد حرف الجر with، يعني ب our teeth، بأسناننا. We chew our food with our teeth. جملة بسيطة جدا، بدأت بالفاعل we، بعدين الverb chew، بعدين المفعول الobject food، بعدين الpreposition حرف الجر with، بعدين صفة الملكية our، بعدين المملوك اللي هو التيث، الأسنان. Our teeth، أسناننا. We chew food with our teeth. تعال ناخد الجملة التالتة، مستعملين كلمة esophagus أو المريء. طيب هنقولها ازاي؟ then بعد ذلك. بعد ذلك دي كلمة تفيد الترتيب. then بعد ذلك يعني بعد ما بنمضغ الطعام. the food الأكل goes down، بينزل the esophagus عبر المريء. جملة هي then بعد ذلك، الفاعل هو the food الأكل ماله، هذا الverb goes down. goes down يعني بيمشي من خلال، بينزل لتحت من خلال the esophagus، من خلال المريء. then the food goes down the esophagus. then the food goes down the esophagus. خلاص فاضل اللي بقى كلمة stomach، والstomach هي المعدة، وهي اللي بيتم فيها عملية الهضم. تعال نشوف هنكتبها ازاي. in the stomach، في المعدة، دي اللي هبدأ بيها الجملة وهاخد كومة. in the stomach، في المعدة، the gastric juice العصارة المعدية it changes the food، بتغير أو بتحول الأكل into، إلى a simpler form، يعني إلى شكل بسيط في الهضم، يعني بيبقى عبارة عن سائل يقدر بعد كده الجسم يستفيد بيه. تمام؟ يبقى بدأت الجملة in the stomach، يعني في المعدة، يعني اللي أنا هقوله ده هيحصل في المعدة. إيه اللي هيحصل؟ the gastric juice، وهنا ده الفاعل، بيعمل إيه؟ it changes. هنا خلي بالك حطيت اس للفعل، لان العصارة المعدية دي مفرد، يبقى لازم احط اس للفعل. خلي بالي من الجرامر بتاعي. The gastric juice changes، بيغير the food الاكل into a simpler form. وبكده ابقى انا خلصت الباراجراف المطلوب مني للجهاز الهضمي. يبقى نقول تاني. We use our digestive system to digest what we eat. We chew food with our teeth. Then the food goes down the esophagus. In the stomach, the gastric juice changes the food into a simpler form. إذن أنا مش مطلوب مني أشرح الجهاز الهضمي كله. مدام إداني أنا كلمات أمشي عليها، يبقى كل كلمة حطها في جملة مفيدة مبنية صح، W capital وفي الآخر full stop، والجملة بتاعتي مظبوطة، هي من فاعل وفعل وصفة ملكية ومفعول إلى آخره، كل ده يخليني أخذ الدرجة بتاعتي كاملة. ويلا بينا نروح على الريسبيرتوري سيستم علشان نعرف هنعمله إزاي. هنا جايب لي الجهاز التنفسي وبيقول لي هتكتب أول حاجة respiratory system، وهو الجهاز التنفسي. تاني حاجة جايب لي كلمة nose، الأنف. يبقى هنشوف الأنف هنستعملها إزاي. بعدين عندي diaphragm، وظيفته إيه. وفي آخر حاجة جايب لي الأكسجين، وهو الأكسجين. طيب يبقى أول حاجة هعملها هشوف أنا بستعمل الجهاز التنفسي في إيه. يبقى هقول الجملة دي We use، نحن نستخدم، ادي الverb use باللون الأصفر أهو، تاني حاجة في الجملة. لكن الفاعل we هو أول حاجة في الجملة، يبقى فاعل ثم فعل. We use our respiratory system، زي ما من شوية قلت إيه، قلت our digestive system، نفس الطريقة. We use our respiratory system when we breathe، عندما نتنفس. ادي الجملة الاولى، بنستخدم جهازنا التنفسي لما بنتنفس. when يعني عندما، we نحن، breathe نتنفس، عندما نتنفس. خلاص الجملة الاولى. طيب بالنسبة للنوز، الانف بنستعملها في ايه؟
وي بريذ ان، نحن نستنشق، بنستنشق ايه؟ المفعول بقى اير، وي بريذ ان اير، نحن نتنفس او نستنشق الهواء. ازاي؟ ثرو، عبر اور نوز، يعني من خلال الانف بتاعتنا. جمله سهله برضو، احنا بنتنفس او بنستنشق الهواء من خلال انفنا. We breathe in air, we breathe in air, we breathe in air through our nose, through our nose. دي الجملة تحفظها كده. لو انت مش عارف تستوعب قصة فاعل وفعل ومفعول وحرف جر وصفة ملكية الى اخره، احفظ الجملة زي ما هي. ما عملك ايه؟ طيب مفيش حل غير كده، We breathe in air through our nose. خلاص. اخر حاجة عندي وهي الديافرام او القبل الاخيرة، سوري. الديافرام بيقول لك ايه؟ our diaphragm، وهو الحجاب الحاجز بتاعنا. بدأت بصفة ملكية على طول، وده الفاعل بتاعي. our diaphragm، الحجاب الحاجز، ماله؟ goes down، بينزل لتحت زي ما اتفقنا قبل كده. عشان ايه بقى؟ to pull air، علشان يسحب الهواء into our lungs، لجوه الرئتين. انا لخصت لك جملتين ثلاثة جوه الدرس وحطيتها لك في جملة واحدة علشان اوصل المعنى وفي نفس الوقت يكون الجملة كاملة. our diaphragm ده الفاعل، goes down ده الverb، تمام. to pull لكي يسحب، تمام، air الهواء into our lungs داخل الرئتين. خلاص. our diaphragm goes down to pull air into our lungs. اخر حاجة عندي كلمة oxygen، وهي الاكسجين. the oxygen، الاكسجين، from the air، اللي جاي من الهواء، goes into our blood، بيدخل في الدم بتاعنا. خلاص. يبقى الهواء اللي دخل ده بسبب سحبة الديافرام لتحت، ايه اللي حصل له؟ جاب معاه اكسجين واتخلط في الدم. the oxygen from the air goes into، يبقى the oxygen ده الفاعل، from the air اللي جاي من الهواء، علشان اوضح لك واربطها بالجملة اللي فاتت، goes into، يذهب الى our blood، الى الدم بتاعنا. خلاص. يبقى انا برضو مش مطلوب شرح الجهاز التنفسي بالكامل، لا، انا وظفت الكلمات دي بترتيب متناسق، تمام. يعني ممكن لو حطيلي نوز هنا في الاول وريسبيراتوري سيستم تاني واحدة، واستعملت تاني واحدة في اول جملة، عادي. انا مش شرط عليا التزم بالترتيب ده، هو ليه عندي اني استعمل الكلمات دي جوه الباراجراف. حتى لو استعملت كلمتين في جملة واحدة وعملت جملة رابعة من دماغي برضو صح. انا بقولك الكلام ده وانا مسؤول عنه، تمام. يبقى نروح لحاجة تانية مختلفة بقى. الاسهل من ده كله هو انك تكتب عن حيوان ما، اسهل حاجة في الدنيا. ليه بقى؟ لانك انت بتحط شروط في دماغك حتى لو ما ادكش guiding words. زي ايه الشروط دي؟ اول حاجة هتتكلم عنها هي الانفايرمنت، وهي البيئة اللي بيعيش فيها الحيوان. تاني حاجة هتتكلم عليها هي البادي ديسكريبشن، وهو الوصف الجسدي، هو طوله قد ايه، العرض بتاعه قد ايه، طب وعنده مميزات ايه، ودنه طويلة، رجله قصيرة، الفرو بتاعه سميك، معرفش، كل الحاجات دي اسمها بادي ديسكريبشن، تمام. بعدين عندي كلمة فود اللي هي الاكل بتاعه، الفرائس اللي بيتغذى عليها بياكل ايه. وبعدين اخر حاجة مدة الحياة بتاعته، لو هي موجودة في الدرس اكتبها، لو مش موجودة خلاص. طيب انا هنا مثلا في الانفايرمنت بستعمل فعل ليف، هقول هو يعيش فيه، يبقى يعيش، يبقى ركز انا على حفظ الفيرب ده ليف، لازم احفظ فعل ليف وما اسموش لايف، اسمه ليف، تمام. بعدين هستعمل فيرب ايه علشان اوصف الجسم بتاعه؟ يا اما هستعمل هاف، يا اما هستعمل فيرب تو بي. طيب فرضا مثلا عايز اقول ودانه كبيره، يبقى هستعمل هاف، هقول ات هاز، هحول هاف الى هاز. ليه؟ لان الفاعل مفرد ات، او the fennec fox has، سواء قلت اسمه او جبت الضمير اللي ينوب عنه، ففي الحالتين مفرد، يبقى هحول have الى has. it has big ears، هو عنده دان كبيرة، يبقى انا استعملت هنا ايه؟ have. هستعمل is للطول والعرض، هقول it is، واقول مثلا 20 centimeters tall، يبقى هنا it is، برضو استعملت verb to be في وصف الطول بتاعه. خلاص. لو هتكلم عن العرض الافقي، يعني اللي هو من انفه لغاية ديله ورا، برضو هستعمل it is، وفي اخر الجملة هكتب long بدل tall. خلاص. بالنسبة للفود بياكل ايه، هنستعمل فعل eat اكيد، يعني هنقول it eats، بس لازم اضع s لان الفاعل مفرد. طيب اخر حاجة عندي هي life، مدة الحياة بتاعته قد ايه،
هستعمل verb live. هنقول it lives هو يعيش، وبعدين اكتب السنوات عدد السنوات، وفي الاخر اقول years old. تعال نشوف اول جملة. The fennec fox lives in the desert. هنا استعملت ايه؟ استعملت فعل live لان هتكلم عن الانفايرونمنت. The fennec fox البيئة اللي بيعيش فيها. The fennec fox ادي الفاعل باللون الاخضر. Lives ادي الفعل باللون الاصفر. In the desert ادي تكملة الجملة او الاوبجكت، يعيش في الصحراء. يبقى ثعلب الفينك يعيش في الصحراء. جملة سهلة جدا وبسيطة. The fennec fox lives in the desert. The fennec fox lives in the desert. خلاص؟ طيب تعال نوصف جسمه بقى، مستعملين have، verb to have وverb to be. It is about 20 centimeters tall. يبقى هنا استعملت verb to be اللي هو is. It هو الضمير الذي ينوب عن الفينك فوكس. Is ادي الفعل. About 20 centimeters tall، انا هنا قلت الطول الرأسي بتاعه. يبقى دي المواصفات الجسدية اللي انا قلت عليها البادي ديسكريبشن. طيب حاجة تاني، لو هتكلم عن تقله عن الهيفي، ما ينفعش اقول it's heavy يا جماعة، تمام؟ اقول it is about 1 kilogram. It is about 1 كيلوغرام هو عبارة عن، يعني تقله عبارة عن 1 كيلو، تمام؟ It has big ears. هنا جه دور verb to have وحولته إلى has زي ما قلت لك لأن الفاعل مفرد. It has هو لديه، هو عنده، هو يمتلك. big ears ودان كبيرة. بستخدم جمل بسيطة علشان ما غلطش. خلاص هو طالب منك جملة يا رب تكون 3 كلمات، فاعل فعل مفعول، الجملة تحسب لك درجة كاملة، فأنت ما ترغيش كتير علشان ما تغلطش. اللي هيرغي كتير ده يكون متمكن جدا، اللي هو يقدر يحكي بقى ويقول لك علشان تعمل له تبريد في الصيف ومش عارف ايه، ده اللي هو متمكن جدا من الجرامر بتاعه. خلاص انا هنا بتعامل مع طالب متوسط المستوى، بجيب له ابسط اسلوب يكتب بيه. خلاص It eats insects and lizards. هنا بنتكلم عن الفود، الاكل اللي بياكله. It eats وضعت اس لان الفاعل مفرد. بياكل ايه؟ تعالى بقى تجيب المفعول الحاجات اللي بياكلها. It eats insects and lizards. هو بياكل حشرات وبياكل ايه؟ وبياكل سحالي. خلاص يبقى انت هنا خلصت الباراجراف بتاعك ومش ملتزم بكل الدش اللي جوه الدرس. خلاص علشان ايه؟ انت في طلبه عقلياتها ايه يعني الى حد ما متجمده شويه، يقول لك لا ده في الدرس قال كذا. يا عم انا مش بستعمل اللي في الدرس، انت لو تستعمل كل كلمه في الدرس انت ان شاء الله كده عايز لك بتاع مثلا 6 7 8 جمل، هو طالب منك 4. وظف الكلمه اللي هيديها لك في جمله بسيطه علشان تاخد درجتك كامله. The fennec fox lives in the desert. It's about 20 centimeters tall. It is about 1 kilogram. It has big ears. It eats insects and lizards. ممكن ساعات يجيب لك كلمات إرشادية، فممكن مثلا يجيب لك كلمة lose، تمام؟ يفقد. فهتكتبها ازاي؟ هتقول it loses heat from its ears. هو يفقد الحرارة بتاعته من خلال الأذن أو الأذان بتاعته، تمام؟ يلا نروح على الإيجل. هنا هنتكلم عن الستيب إيجل، تمام؟ هنا جايب لك كلمات إرشادية بقى، اللي فات ده ما كانش ايه فيه كلمات إرشادية، ده بقى هيجيب لك الجايدن ويردز. هيقول لك استعمل لي كلمة ليف في جملة، هيقول لك استعمل لي كلمة لونج في جملة، استعمل لي كيلو جرامز، استعمل لي كلمة ايت. يبقى واضح من كلمة ليف هقول هو بيعيش فين، لونج يبقى هقول الطول بتاعه اللي هو لما بيفرد جناحاته، كيلو جرامز يعني الوزن بتاعه هاو هيفي از ات، بعدين ايت يعني الفرائس اللي بيتغذى عليها. نبدأ بالجملة الأولى، هنقول ان نسر العقاب او الستيب ايجل عقاب السهوب ماله بيعيش في اماكن واسعه. جمله بسيطه خلاص. ذا ستيب ايجل ليفز لان لازم نضيف اس لان الفاعل مفرد، بيعيش فين؟ ان اوبن ارياز في اماكن مفتوحه. جمله بسيطه، واحد يقول لك لا اسمها فيري بيج اوبن ارياز، ماشي عارف تكتبها كده اتفضل اكتبها، بس انا ببسط لك الجمله، بشيل لك الحاجات الحشو اللي ممكن تشيلها من الجمله وتاخد برضو درجتك صح وتبقى مديه نفس المعنى. The step eagle lives in open areas، بيعيش في اماكن مفتوحه، تمام. بعدين كلمه long، it is about هو حوالي، about لما يكون مش يعني الرقم تقريبي. It is about 170 centimeters long. ليه؟ لان ممكن تلاقي واحد 170 والتاني 165 150، لازم كل نسر بيكون مختلف عن التاني في الحجم، فلازم استعمل كلمه about حوالي، ممكن يزيد ممكن ينقص. It is about 170 centimeters long. ممكن واحد يرد عليا يقول لي لا هي في الدرس ما كانتش كده، في الدرس كان بيقول لما بيفتح جناحاته when it opens its wings. انا مش عايز اكتب ده كله، انا عايز اسهل عليك الجمله. يبقى it is about 170 centimeters long.
خلاص. طيب هنا هنتكلم عن الوزن، قال لي كيلو جرامز فوق، يبقى هنا هقول it is about 3 كيلو جرامز، هو حوالي 3 كيلو جرام. it is about، استعملت هنا verb to be اللي هو is. بعدين it eats، هو بيأكل، بيأكل ايه؟ small mammals and rabbits، بيأكل الثدييات الصغيرة والأرانب. واحد يقول لي لا في كلمة تانية اسمها other birds، قلت لك من الأول أنا مش بجيب كل حاجة، ببسط الجملة، يا رب تكون فهمتني. It eats small mammals and rabbits، هو بياكل الثدييات الصغيرة والأرانب. كده برضو خدت الفول مارك بتاعتك كاملة. الجملة الأولى حطينا lives في جملة، التانية long، التالتة كيلو جرامز، الرابعة eats. ويلا نروح على اللي بعده، هنتكلم عن الجمل. تمام، هنا جايب لي perfect وجايب لي strong وجايب لي carry وجايب لي water. تمام، طيب perfect يعني مناسب، يبقى نقول هو مناسب للحياة في الصحراء. strong يبقى هنقول الجمل بيكون حيوان قوي، ولو هتستعمل جمع تبقى الجمال تكون حيوانات قوية، في حالة المفرد بتستعمل is، في حالة الجمع بتستعمل are. تمام، carry يحمل، يبقى هو بيحمل الأشياء والأشخاص علشان يعبر بيهم الصحراء. water المية، يبقى هنقول هو يقدر يعيش من غير مية لمدة طويلة. يلا بينا نعمل الجملة الأولى. أنا هنا خلي بالك قبل ما أبدأ، لما احب اكتب باراجراف قلت الجمله الاولى بتكون جمله عامه، يبقى انا مش لازم التزم بالترتيب ده. يعني هنا مثلا بيقول لك بيرفكت، طب دي هكتبها مناسب للصحراء. طب ايه هو اللي مناسب للصحراء؟ مش ابدا الاول واعرف الجمل ان هو حيوان قوي، يبقى دي احطها اول جمله. يبقى انا ممكن هنا اغير الترتيب، صح؟ يبقى خلاص هقول اول حاجه الجمل حيوان قوي، وارجع اقول ان هو مناسب يعيش للصحراء. تمام، مفيش مشاكل. يبقى the camels، هنا خدتها جمعي بقول are. the camels are strong animals، يعني الجمال حيوانات قوية. طيب لو كانت مفرد هعملها ازاي؟ the camel is a strong animal، واقف عند ال L، لكن جمع خليتها are ووضعت S هنا كجمع. تمام، S هنا في camels و S في animals، اتفقنا؟ الجملة اللي بعدها they are perfect for the desert، هم مناسبين للحياة في الصحراء. الجملة الثالثة they help us، هم بيساعدونا to carry things، في حمل الأشياء and people، والناس across the desert. they أدي الفاعل، help الفعل، us المفعول. they help us، هم بيساعدونا لكي يحملوا الأشياء، to carry things، to يجي بعديها الفعل في المصدر، to carry إيه؟ يحملوا إيه؟ things أدي مفعول تاني في الجملة، وإيه كمان؟ and people، والناس. across the desert، عبر الصحراء، او ممكن تعملها حرف جر وفعل، تقول to cross the desert، يبقى across صح، و to cross اللي كانت موجودة في الدرس برضو صح. تمام، طيب نروح للجملة الرابعة اللي هنستعمل فيها قصة ايه؟ المية. نقول هو بيعيش مدة طويلة من غير ما يحتاج لمية، يبقى they can live، هم، لان الفاعل هنا مين؟ the camels، يبقى عوض عنها ب they كالعادة في باقي الجمل. ما ينفعش يا صاحبي انك تعمل they في اول جملة، لان في بعض ناس عملت كده، جت في اول جملة وقالت they are، مين هم؟ طيب مش تبدأ باسم الحاجة اللي تتكلم عنها؟ انت كمقال كفقرة انشائية لازم تعرفني ايه اللي بتتكلم عنه في اول جملة، وترجع في الجمل اللي بعد كده تعوض عنها بضمير ينوب عنها. في اول جملة هنقول the camels، وباقي الجمل they. خلاص، they can live، هم يقدروا يعيشوا، ادي الفاعل وادي المودال فيرب والفعل في المصدر، without، بدون، water، بدون مية، for a long time، تكملت الجملة، لمدة طويلة. هم بيقدروا يستطيعوا ان يعيشوا بدون ماء لمدة طويلة. they can live without water for a long time. they can live without water for a long time. يبقى انا استعملت الكلمات اللي مديها لي فوق بدون ترتيب على حسب فهمي للدرس. بدات عرفت الاول الكاملز هي عباره عن ايه، وبعدين قلت هي مناسبه للحياه فين، وبعدين اتكلمت قلت هم بيساعدونا في ايه، في حمل كذا وكذا، وفي الاخر اتكلمت عن انهم الخصائص بتاعتهم انهم يقدروا يعيشوا من غير ميه لمده طويله. نشوف الهورسز بقى
هيقول ايه. هنا في الهورسز جايب لي كلمات ارشاديه، الجايدن ووردز ايز العيون، وبعدين التول الطول الراسي يعني من هنا لغايه فوق، وبعدين هنا الجراس الحاجات اللي بياكلها، وفي الاخر جايب لي 25 تو 30، وده اكيد لو انت مذاكر هتعرف ان ده متوسط الاعمار بتاعتهم. هبدا بقى اقول الحصان عنده عيون جميله او الاحصنه لديها عيون جميله. بدات بجمع قلت the horses، يبقى اقول have. The horses have beautiful eyes. طب قلت horse واحد هستعمل المفرد في كل مره، يبقى the horse has. تمام، horses have، the horse has. طب انا هختار ايه هنا؟ هنختار المفرد، يبقى the horse has beautiful eyes، الحصان لديه عيون جميله. طيب طوله قد ايه؟ it is about، يبقى استعملت verb to be. it is about 1.4 to 1.8 meters tall. خلاص؟ بعد كده it eats grass. هتقول لي طب هو في الدرس كان مكتوب and drink fresh water. والله تعرف تكتبها تفضل، لكن انا بقول لك انا ببسط لك الجمله تاخد منها درجه وفي نفس الوقت جملتك صحيحه. it eats grass، هو ياكل العشب او الحشائش. طيب ال 25 ل 30 ده كان المتوسط العمر، يبقى هقول هو بيعيش حوالي كذا. تمام، يبقى it lives وحطيت اس لان الفاعل مفرد، around حوالي المتوسط بقى 25 من 25 to 30 years ل 30 سنه. تمام، يبقى الفقره الانشائيه the horse has beautiful eyes، it is about 1.4 to 1.8 meters tall، it eats grass، it lives around 25 to 30 years. نركز يا جماعه في الفقره الانشائيه على الافعال دي have و has، وعلى verb to be is و are في حاله المفرد وفي حاله الجمع، وكمان على فعل eat و eats لما نتكلم عن هو بياكل ايه، وكمان نتكلم عن فعل live نحفظه كويس لانك بتستعمله في حالتين، في حاله لما بتتكلم عن متوسط العمر، وكمان بتستعمله لما تقول هو بيعيش في انهي بيئه بالظبط. اتمنى اكون سهلت عليك ولو جزء بسيط من كتابه الباراجراف، لكن المطلوب منك هو حفظ الكلمات، ودايما لما بقول حفظ الكلمات الاساسيه على اساس انك حافظ باقي الكلمات. يعني مش معقول هقول لك احفظ لي يو واحفظ لي ار واحفظ لي از، المفروض ان انت حافظ الكلام ده. انت بس المفروض ان انت داخل سنه رابعه الكلمات الجديده بالنسبه لك اسوفجس، ديافرام، ريسبيرتوري سيستم، دايجستيف سيستم، حاجات جديده عليك. لكن الكلمات اللي عدت عليك في اولى وثانيه وثالثه مش معقول يعني لسه مش حافظها لغايه الوقت. تحياتي ليك ياسر الكيلاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.